اتمنى ان تكون الصورة شوية واضحة، لكن نحتاج للمزيد من الشرح يعني من خبير زي الدكتور سيد خضر خبيرنا الاقتصادي المعروف. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ معلش انا يعني طولت شويه علشان بس ايه كانها مقدمه للكلام اللي حضرتك هتشرحه لنا. ماذا يعني زياده احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي؟ خلينا نقول ان الارتفاع الاحتياطي الاجنبي بيرسل رساله قويه جدا للمستثمرين المحليين والاجانب عن قوه وصمود الاقتصاد المصري برغم ما يحاك بمنطقه الشرق الاوسط من العديد من التوترات والاختلالات الاقتصاديه، وده دليل على ان الاقتصاد المصري قادر على تخطي كافه الازمات وان هو يستطيع ان يكون لديه كيان وهويه اقتصاديه كبيره جدا في منطقه الشرق الاوسط. فكره الزياده ده يعني لم ياتي من فراغ، ولكن كان هناك جهود مهمه جدا واليات اشتغلت عليها الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره، يمكن بسبب طبعا زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وده شفناه الفترة الأخيرة مدى البيئة التشريعية والمناخ المناسب اللي بدأت تشتغل عليه الدولة المصرية من أجل زيادة العديد من الاستثمارات المختلفة، وده بسبب توطيد العلاقات الدولية مع كافة دول العالم، وده شفنا إزاي الاتحاد الأوروبي هيكون هناك استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، كمان الاستثمارات الإماراتية، الاستثمارات الصينية، الاستثمارات السعودية، كل تلك الاستثمارات هي سبب رئيسي من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي. أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وده ارتفعت خلال عام 24 بسبب القضاء وتحجيم السوق السوداء خلال المرحلة الأخيرة، وده احنا شفناه ازاي ان السوق السوداء في 23 توغل وتوحش في الداخل وارتفع بشكل عشوائي، ولكن مع استخدام سياسة نقدية رشيدة في كيفية تحقيق التوازن وتحقيق سعر عادل لسعر الصرف، ده سبب ايضا من اسباب زيادة الاحتياطي النقدي. انا بشوف ان زيادة الاحتياطي النقدي هتعطي ثقة كبيرة جدا لمدى تحسن اداء الاقتصاد المصري، وهيكون له دور ايجابي خلال المرحلة المقبلة في زيادة التدفقات النقدية وزيادة الاستثمارات بشكل كامل، وده اللي احنا محتاجينه استاذ يوسف في الفترة اللي جاية، توطين الاستثمارات وتوطين الصناعة المصرية حتى تساهم بشكل كبير جدا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويكون حلم المصريين زيادة حجم الصادرات الى اكثر من 145 مليار دولار، وبالتالي هيكون جزء مهم جدا من زيادة الاحتياطي النقدي خلال المرحلة المقبلة هو تزايد حجم الصادرات السلعية والخدمية. طيب دكتور، يعني الشيء بالشيء بقى يذكر، بما ان احنا بنتكلم على زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وبنتكلم على انه اي زيادة في الاحتياطات النقدية بتبقى دايما مدفوعة بالتصدير من جهة، تصدير ما هو مصنع، وتصديري انا نفسي سياحيا، يعني ان انا يبقى في عندي قدرات لاكتساب المزيد من الجذب، الاكتساب السياحة عندي هنا في مصر، وعلشان اقدر اصدر وعشان اقدر كمان استورد ما اريد استيراده من مكونات انتاج، ده سؤالي بقى، هل مش آن الاوان ان احنا نوسع شويتين بصراحة او ثلاث شويات في بنية القطاع المصرفي المصري؟ يعني انا محتاج لبنوك ومصارف جديدة تبدأ تخش مصر علشان ابدأ اغطي حيز اكبر من المعاملات التجارية بتاعتي. يعني اظن ان احنا ممكن نبقى محتاجين بنوك صيني، محتاجين المزيد من البنوك الأوروبية، محتاج بنوك تبقى عاملة في أكتر من عاصمة إفريقية وفي نفس الوقت تبقى عاملة عندي في القاهرة، ومن هنا تبقى عملية إصدار خطابات الاعتماد، التحويلات، استيراد، تصدير وخلافه، وتبقى أكثر سهولة، ومنها يبقى عندي قدرة أوسع على اجتذاب الاستثمار، ولا أنا غلطان؟ بالتأكيد طبعا فكرة توسيع الاستثمارات في الجهاز المصرفي هي آلية مهمة جدا من تسهيل حركة التجارة البينية والاعتمادات، وده أعتقد أن الدولة المصرية هيكون هناك توسيع للجهاز المصرفي وتحسين التصنيف الائتماني خلال المرحلة المقبلة. خليني أقول لحضرتك أن احنا يعني أنا شايف أن الفترة القادمة من خلال
الجهاز المصرفي هيكون هناك فكرة اتجاه إلى تخفيض سعر الفايدة، وده جزء مهم جدا من انخفاض تكاليف الاقتراض اللي هو بشكل فعال هيساهم في توسيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ودعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وده اللي هيساهم في جذب مزيد من البنوك سواء زي ما حضرتك تفضلت الصينية، بما ان مصر تمتلك علاقات وطيدة مع الجانب الصيني، فبالتالي سيكون هناك استثمارات ضخمة على كافة القطاعات، خصوصا ان احنا محتاجين الفترة اللي جاية فعلا توسيع او زيادة جذب البنوك الاجنبية في المستوى الداخلي او كمان البنوك المصرية ان هي تنتشر في القارة الافريقية، وده هيسهل فيها حركة التجارة البينية بين مصر وبين دول العالم. اعتقد القطاع المصرفي قادر على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وده هيساهم طبعا في عملية تسهيل القروض والتمويلات سواء للأفراد أو المشروعات الصغيرة، وبالتالي احنا محتاجين دعم تلك الصناعات حتى تكون أحد أهم مرتكزات العملية الاقتصادية، ونساهم بشكل فعال في زيادة القدرة الإنتاجية حتى يكون لدينا منتجات مصرية ذات جودة وتستطيع أن تغزو كافة الأسواق العالمية. طيب هل في الحالة دي هبقى محتاج كمان لإصدار رخص لما يطلق عليه البنوك الرقمية؟ في إطار المحددات المصرية، في إطار أن أنا أحول دون أي شكل من أشكال التلاعب ومحاولات لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، بس برضو ده أصبح قطاع متنامي جدا في العالم. بالتأكيد طبعا فكرة الاتجاه إلى إصدار عملات رقمية يمكن الصين بدأت البنوك الرقمية، مش بقصد العملات. طبعا ما هي البنوك هتبدأ من خلالها إنشاء عملات رقمية إن هي تقلل فكرة إصدار عملات افتراضية أو فكرة التهريب بشكل عام للعملات. أعتقد إن الصين بدأت في تلك التجربة بشكل فعال، وإن شاء الله أنا شايف إن مصر هتستفاد من نقل الخبرات من التجربة الصينية في الاعتماد على البنوك الرقمية بشكل كامل، ولكن مصر هتحتاج فكرة تغيير الثقافة. يعني احنا عندنا البنوك التقليدية والاعتماد بشكل كامل عليها، وبالتالي الانتقال الى البنوك الرقمية اعتقد ان هو هيحتاج فترة طويلة للاعتماد عليها مستقبلا، ولكن مصر مع الاعتماد او الاتجاه الى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي اعتقد ان هي بدأت تعمل بنية تحتية قوية ان هي هتساهم في انشاء بنوك رقمية تعتمد عليها مستقبلا في عملية التحول الرقمي بشكل كامل بإذن الله. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، كل الشكر.